هي أول مرة الجميع بيفوتوا عبيتنا خطبة هاي رح يعجبهم. أنت ما معك خبر إنه اليوم غادة عم تخطب؟ كيف يعني؟ طب رح تكون مقصبة مكشرة زعلانة شو؟ مين؟ أمي؟ أعوذ بالله. وصلوا الشاب اللي جاي يخطب على سوري. شو؟ اسم الله أنت أحلى من الصور. قرب لبوسك. شلون يا خالة؟ إن شاء الله ما في شيء. أنا من هون ماني متحركة يرجعوا من مطرح ما إجوا أبداً. خلص كبيهم برا كله لمصلحة أختي مروان؟ يعني كان في بيناتهم علاقة بابا؟ أكيد هدول هن البنات اللبنانيات مش رح ياخدك الصورة. في ظلال الياسمين ترى مالك القدود هيدا. لا مالك القدود ولا غيره بنسيني. طول بالعرض السخيف تبعك؟ ما عاد في احلى جزء. سامر يمكن يلي مرقوا بعمري قطعوا صدفي. انت حبيتي اكثر من الكل. يمكن هيدا هو قدري ولازم كفي. والله بحبك. ما تخافي هذا فريق العيد. بابا سامر الخاتم ما عم لاقي.